رح نعرف هلا رأي المشجعين والمشجعات وبعدين مشجعات عن وضع النادي مع علي شراي وحسين الطائي. يسعد مساكم بكل خير مشجعي جميع الأندية الرياضية. انتوا عارفين احنا الأهلاوية ما عندنا تعصب، عشان كذا انا بمسي عليكم جميعا، يعطيكم العافية. اعتقد انه هذه الفترة هي فترة جدا حرجة للنادي الأهلي. كثرة تعاقب الإدارات على النادي، كثرة تغيير المدربين أضعفت فرص النجاح لهذا النادي والفريق العظيم. عدم الاستقرار الإداري في كل المنظومات، في أي منظومة أكيد بيضعف هذه المنظومة. أيضا عدم الاستقرار المالي، الأمور المادية اللي صايرة في النادي خلت كثير من العناصر المهمة في هذا الفريق إنها تفكر في الانتقال لأندية أخرى. للأسف الشديد الأهلي مشكلته إدارية بدليل تغير الإدارات، تحس اللاعبين كذا فكرهم خارج الملعب. النادي الأهلي في شيء غلط ما نعرف إيش هو، لكن واضح إنه الأمر إداري بحت، وتغيير المدربين أضر في الفريق كثير. أتمنى لفريقنا إنه يرجع زي الأول وأحسن، أتمنى يرجع يفرحنا زي ما كان دائما يفرحنا ويرجع من المستوى اللي إحنا متوقعينه له. يمر الأهلي بمرحلة صعبة واختلاف آراء، لكن متأكدة إنه ما رح يفسد لحب النادي قضية. كلنا مع الأهلي بكل الأحوال، بس الوضع الحالي صعب جدا، نتائج متقلبة، مشاكل لاعبين، مشاكل إداريين. نرجع نقول وعبر الزمان سنمضي معا. ما رح أسألهم عن الموضوع، أنا أكيد بعرف الرأي، لكن موضوع جنيني اللي جاي من الرأس الأخضر